واقع الخطاب المسجدي والتحديات الراهنة عنوان يوم دراسي وطني نظمته مديرية الشؤون الدينية بإشراف ورعاية من والي ولاية برج بوعريج. اليوم الدراسي الذي شارك فيه دكاترة وإطارة بوزارة الشؤون الدينية يهدف إلى التصحيح والاستعمال الفعال للخطاب المسجدي لمواجهة التحديات والأخطار التي باتت تهدد الحصانة الفكرية والمناعة الثقافية في المجتمع الجزائري. مثل هذه الأنشطة التي دابت دائرة الوزارية ودائرة الشؤون الدينية لتنظيمها هي سلسلة تحسيسية وخاصة فيها الجانب العلمي محترم جدا، هي سعي ممنهج للعودة العاقلة إلى الحصون الأولى التي حفظت المجتمع الجزائري تماسكه وانسجامه، ويبدأ هذا من المرجعية الوطنية التي يحاول بعض المساس بها. هذا وأجمع الحاضرون والمشاركون على أهمية هذه الملتقيات في بعث مقومات نجاح الخطاب المسجدي وتقييم الأداء. تظهر أهمية مثل هذه الملتقى في التقاء أهل العلم، أهل الذكر، أهل الاختصاص، ليضعوا الرؤية وليضعوا الآليات التي بها يعزز حضور المرجعية من حيث هي عاصمة لهذا البلد من أن يخوض فوضى دينية. لابد لهذا الخطاب حتى ينجح وحتى يوصل الرسالة إلى المتلقي لابد فيه من شروط متعددة، أهم هذه الشروط هي أن يبنى على الصدق، بمعنى أن الداعية والإمام لابد أن يكون صادقا مع نفسه، صادقا مع الله، صادقا في تبليغ هذه الرسالة، لا يبتغي برسالته غير وجه الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني هو أن يستغل هذه الوسائط الموجودة عندنا، خصوصا وسائل التواصل الاجتماعي الحديث، من أجل أن يوصل رسالته إلى المتلقي. الأمر الثالث وهو أن يستعمل لغة مفهومة لدى أغلب الشرائح. ويبقى المسجد من أهم مؤسسات القيم في المجتمع والسبيل الفعال والأقرب لصد الأخطار الفكرية والعقائدية التي باتت تدق أبواب مجتمعنا.